عبر سكايب مباشرة من حلب ينضم لنا الناشط الإعلامي بهاء الحلبي. بهاء مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا تصعيد في القصف على حلب وقوات الأسد توسع الهجوم يوما بعد يوم، ما آخر تطورات إلى حد الآن؟ وسمعنا أيضا عن قصف بالكلور، ما التوثيقات حول ذلك؟ أهلا بك سيدة خديجة. بالحقيقة قصف حلب ما زال مستمر من قبل الطائرات الحربية الروسية والطائرات المروحية التابعة للنظام السوري. اليوم كان هناك عدة غارات على عدة أحياء، منها أحياء المساكن الفردوس، أيضا حي القاطرجي والميسر، طريق الباب، الصاخور، مساكن هنانو، الشيخ سعيد، المرجة والشيخ خضر. حتى الآن هناك أكثر من 20 شهيد وأكثر من 50 جريح كحصيلة غير نهائية. القصف بالغازات السامة ليست المرة الأولى، تكرر الأمر وسط صمت دولي، وسط صمت عربي، وسط صمت الدول. حلب تقصف بغازات سامة تحديدا في حي الصاخور، حيث قصف الحي الأمس بأكثر من برميل يحوي غازات سامة. أيضا منذ يومين استشهدت عائلة كاملة نتيجة اختناقها بهذه الغازات السامة. صراحة روسيا والنظام يستخدمون أبشع الأسلحة بحق الأهالي في حلب، يستخدمون أسلحة تدميرية. ما نرصده في ريف حلب وأيضا ما نشاهده، يعني هناك صواريخ ضخمة تنفجر في المنازل السكنية تلقيها الطائرات الحربية، يعني صاروخ يفجر أكثر من 6 أمتار قطر وأكثر من 6 أمتار تحت الأرض. هذه صواريخ ضخمة تستخدم هذه المرة يعني من جديد، وليست في السابق كانت تستخدمها روسيا. الوضع باختصار وضع صعب جدا في حلب المحاصرة. الجريح مشروع شهيد صراحة بعد قصف المشافي في الآونة الأخيرة. لا علاج للجرحى في حلب، وسوء الوضع في حلب يزداد بكل صراحة. طيب بالنسبة للتحركات العسكرية على الأرض، الآن بقى تتحدث بأن فصائل المعارضة ترفض الانسحاب وتستعد لمواجهة طويلة، ما التفاصيل لديك؟ صراحة يعني حلب تشهد معركة مصيرية ليست كالمناطق الأخرى. سقوط حلب يعني خسارة كبيرة للثورة السورية، وأيضا السيطرة على حلب فوز كبير للثورة السورية. فالثوار يسعون بكافة إمكانياتهم بكافة طاقتهم للحفاظ على أرض حلب، فصدوا عدة مرات هجومات لميليشيات طائفية. هي هجومات ليست خفيفة بل هجومات عنيفة، شهدتها عدة مناطق، منها حي الشيخ سعيد، حي مساكن هنانو، وأيضا في أطراف دوار الجندول. تمكن الثوار حتى اللحظة الحفاظ على هذه المناطق ويتصدون للميليشيات الطائفية. نعم. إلى الآن الوضع العسكري في حلب غير مستقر على حاله، حلب محاصرة من كافة الجهات والثوار في حالة الدفاع حتى اللحظة. شكرا لك بهاء الحلبي الناشط الإعلامي، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من حلب.